اول حاجه واول خطوه بعملها في مساله الفريمز ان انا برسم الفري بودي دياجرام للفريم ككل من غير المين سبورتنج بوينتس. ايه المين سبورتنج بوينتس دي؟ قلنا قبل كده هي نقاط التثبيت الرئيسيه. حضرتك السؤال من جديد بس لو سمحت. نعم السؤال بس من جديد لو سمحت. ايه هي المين سبورتنج بوينتس اللي احنا قلنا عليها قبل كده؟ الجوينت او اللي هو البين سوري. لا احنا قلنا المين سبورتنج بوينتس هي نقط التثبيت مع الجراوند او مع الوولز او مع فهمت حضرتك فهمت السؤال. فبرسم الفري بودي دياجرام للفريم ككل من غير المين سبورتنج بوينتس. طب جميل قوي. معلش حضرتك قلت يا باشمهندس. باشمهندس معلش ايوه اتفضل. ايه هي المين اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي؟ نعم المين حضرتك قلت مين سبورت او حاجه زي كده. المين سبورتنج بوينتس انا لسه هشرح ما تقلقوش يعني استنى هكتب وارسم. تمام. فاول خطوه برسم الفري بودي دياجرام للفريم ككل من غير المين سبورتنج بوينتس. وقلنا المين سبورتنج بوينتس دي هي الجراوند او الوولز او السيلينج. طب جميل قوي. لو جينا اخدنا اكزامبل على حاجه زي كده هيظهر لي حاجه كالاتي. لو انا عندي المين سبورتنج بوينت زي ما احنا بنقول دلوقتي هتظهر ازاي بقى الصوره عندي؟ لو انا عندي مثلا شكل بالمنظر ده فين المين سبورتنج بوينتس اللي عندي؟ ها الدايرتين الايه الدايرتين اللي هم دول مع ايه على الارض. دول كده على ايه على الارض. تمام. فبالتالي من سبورتنج بوينتس اللي عندي هي النقطه دي والنقطه دي. فبرسم الفري بودي دياجرام للفريم ككل من غير النقط دي فيظهر هنا اكس وواي وهنا اكس وايه وواي. وصلت كده؟ طيب تاني خطوة بدور على حاجة اسمها التو فورس ممبر. ايه بقى هي التو فورس ممبر دي؟ ده بيبقى ضلع او قطع بادي بيبقى ريجيت مالوش ويت مالوش عليه اكسترنال فورس. فده لما نقدر نعوض عليه بقوتين من ناحيتين. تمام. كومبريشن او تنشن نقطتين. هو ده بقى بالظبط اللي انت قلته. التو فورس ممبر هو ممبر ما بيكونش ليه وزن كل الفورسز بتاثر عليه في نقطه البدايه والنهايه بس. فبيكون الناتج من الموضوع ده ان مفيش اي فورس بتاثر عليه في النص فبيكون محصله الفورسز دي كلها هو الخط الواصل ما بين نقطه البدايه والنهايه بتاعته. فبالتالي الفورس بتاعته بتكون معلومه كايه؟ كدايركشن ومجهوله كايه؟ كماجنتيود. طب يا باشمهندس بعرف الدايركشن منين؟ بتعرف الدايركشن او الانجل بتاعت الميل بتاعت الماجنتيود من الجيومتري بتاع الشكل. طب وبعدين يا باشمهندس عرفت ان ده تو فورس ممبر؟ الميزه بقى بتاعت التو فورس ممبر ان الممبر ده ما تروحش تدرسه خالص. لما تيجي تفك الفريم بتاعك وتدرس ممبر الممبر ده ما تدرسوش. طب هيأثر معايا في ايه لو انا مش هدرسه يا باشمهندس؟
هيأثر معاك بقى في الفورس بتاعته على المالتي فورس ممبر. يعني ايه برضو انا مش فاهم؟ يعني لو انا عندي ممبر كده اهو وممبر تاني مايل بالمنظر ده وممبر تالت كده اهو، ولو افترضنا ان ده تو فورس ممبر، اروح ادرس الممبر ده؟ لا مش هدرسه، بس لما اجي ادرس التأثير بتاعه على الممبر الفيرتيكال ده هيظهر عليه بالمنظر ده، فورس داخله او فورس خارجه، فورس واحده بس. في حين لو انت ما كنتش اخدت بالك ان هو تو فورس ممبر كنت هتعوض عنه، بدل ما هو فورس واحده مايله كنت هتعوض عنه بايه؟ باتنين فورس، واحده في اتجاه الاكس واحده في اتجاه الواي. طب يا باشمهندس لو انا ما اخدتش بالي من تو فورس ممبر وعوضت عنه باتنين فورس، هيبقى نسبه انك تعرف تحل المساله قليله جدا، مش هتعدي ال 20% ده لو حلتها، وهتحلها في وقت طويل جدا. طيب وايه كمان؟ ممكن ما تحلهاش خالص، ما تعرفش تحلها اصلا. فبالتالي لازم تعرف تحدد وتعرف تطلع التو فورس ممبر في المساله بتاعتك. يبقى اول خطوه برسم الفري بودي دياجرام للفريم ككل، تاني خطوه بحدد التو فورس ممبر عندي في المساله. طيب وبعدين عندي كم معادله بقى في الفريمز؟ احنا قلنا ان هو 2 دي، فهم كم ايكويشن؟ 3 ايكويشن، اف اكس ب 0 اف واي ب 0 مومنت اباوت اني بوينت بيساوي ايه؟ 0. فبالتالي دي الثلاث معادلات اللي مسموح لي ان انا استخدمهم في الفريمز. طيب لو انا لقيت عدد المجاهيل اكتر من عدد المعادلات في الفريم ككل، بضطر ان انا ايه؟ افصص وافصل كل فريم على حد. انا عرفت ان الدكتور قال لكم البكرات دي مش عليكم، فعشان كده ايه المساله الاولانيه دي هنسيبها. بيتهيالي قال علينا بكره واحده، يعني ما ينفعش كذا بودي في نفس الوقت. تمام. انا بقى هديكم المساله دي نفكر فيها كده. طب هو الدكتور قال لكم الميد تيرم جاي لغايه فين؟ الفريمز. تمام كويس جدا. هو حضرتك الكويز بكره الساعه 12:30 صح؟ 12 بالظبط في الجامعه صح؟ الكويز الساعه 12 بالظبط في مدرج واحد وربع ساعه، مش 12:30. على الفيكتور 2 دي و3 دي صح؟ نعم على الفيكتور 2 دي و3 دي صح؟ على الريزلتنت 2 دي و3 دي. تمام الساعه 12 بالظبط هنبتدي، اللي هيجي متاخر ده من وقته، ده حاجه. يعني انا المفروض اجي عليكم قاعدين في المدرج، تمام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه 12 بالظبط هنبتدي، مدته ربع ساعه على شابتر 2 من 12 ل 12 وربع. باقي التعليمات هقولها في المدرج ان شاء الله. يلا نبتدي نحل اول مساله. مش طول حضرتك هذا بولي فقط؟ مبدئيا كده مين الجسم المنوط بالدراسه عندي في المساله هنا؟ البيم اللي في النص، البيم الهوريزونتال اللي هو ايه؟ الاي بي. يبقى ده الجسم المنوط بالدراسه. طيب لما اجي ارسم فري بودي دياجرام هرسم فري بودي دياجرام للبيم ده بس كده.
فلما نيجي نبص على انا قطعت ايه بالظبط في النقط اللي انا قطعت فيها الحبل بي والحبل ايه بالظبط كده، الحبل بي والحبل ايه، فبالتالي هيظهر لي كام تنشن، يظهر لي تنشن هنا وتنشن هنا. المهم هنا بقى، نعم بيتهيألي متساويين بما ان يعني بنعتبر البولي ناعمه. لا احنا كده تسرعنا شويه يا باشمهندس، تعال بس نبص التنشن في الحبل بي هيبقى قيمته ايه؟ نفس قيمه بي اللي هي العكسها. ايوه بالظبط، نفس قيمه بي وعكسها في الاتجاه. طب واحد يجي يقول لي ايه؟ طب عكسها ليه؟ لا هي مش عكسها يعني غلط، لا هي بي فعلا بس مش عكسها، هو ده التنشن بتاع الحبل بي بالنسبه للبيم، اما التنشن بتاع الحبل بي بالنسبه للبولي هيبقى كده اهو. فبالتالي ايه؟ عشان لما يجوا يقابلوا بعض يلاشوا بعض. طب يا باشمهندس قلت ليه بي؟ عشان نقطه بي، عشان نقطه بي هنا اهو بتعدي من على البولي ونازله الناحيه الثانيه، الفورس هنا كانت ايه؟ كانت بي، فبالتالي تنزل الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ بي. تمام كده؟ يعني البولي عامل كده اهو، فانا عندي ويت هنا اسمه بي ولافف الناحيه الثانيه اسمه بي. طيب ومعلقه من النص بحبل ثالث مختلف، ومعلقه من النص بحبل ايه مختلف هنا اهو، حبل اهو. لو قطعنا في الحبل ده، لو قطعنا في الحبل ده يظهر لي تنشن ايه لفوق. طب التنشن بتاع الحبل اللي فوق ده ايه علاقته بالتو تنشنز بتوع الحبال اللي تحت هنا؟ مش المفروض ان هو نفس عليه تساوي؟ نعم نفس التنشن. ايوه بالظبط، هو بيساوي مجموع الاثنين عشان في الاخر الريزلتنت في اتجاه الواي بزيرو، فبالتالي يبقى اسمه 2 بي. تمام كده اهو، فده كده يبقى اسمه 2 بي. جميل قوي. طب ال 2 بي ده بقى يمشي، يمشي مع البولي كده، شايف بص مع السهم معايا كده، يمشي مع البولي 2 بي 2 بي 2 بي 2 بي ويوصل هنا عند ايه بقيمه ايه 2 بي. فبالتالي كده احنا فهمنا جبنا قيمه التنشن عند ايه وعند بي ازاي، ولا لسه في مشكله؟ لا معلش يا باشمهندس عيدها تاني. دلوقتي انا عندي هنا قيمه اسمها بي بتشد من تحت، خلاص القيمه دي بي بتعدي من على البولي الناحيه الثانيه، فبالتالي ما دام عدت على البولي تبقى بنفس القيمه اسمها بي. طب جميل، عندي بقى في الاخر البولي نفسه متعلق بحبل ثالث، فالحبل ده بيشد لفوق. طب قيمه الشد دي بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع الشدين دول يبقى اسمه 2 بي، اللي هي فين؟ هنا اهو عند الحبل ده، يبقى الحبل ده فيه 2 بي، ماشيين 2 بي 2 بي 2 بي 2 بي لغايه لما يوصل عند ايه، يبقى نقطه ايه قيمه الشد عندها اسمه 2 بي، ونقطه بي اسمها بي. جميل جدا. عندي المعادله بتقول ايه؟ سيجما الفورسز في اتجاه الواي ايكوال تو زيرو. ايه الفورسز اللي عندي بقى في اتجاه الواي؟ عندي ايه؟ 2 بي اهي، ادي 2 بي، وعندي بي بي، ادي بي، وعندي تحت ايه؟ نيجاتيف 6. نقدر نحسب قيمه البي ب 2 كيلو نيوتن. كان عايز كمان يحسب ايه؟ قيمه المسافه اكس. باشمهندس معلش باشمهندس. نعم باشمهندس باشمهندس معلش، هي مش هي مش المفروض تبقى 4 بي يا باشمهندسين لو سمحت، انتوا بتقطعوني كتير قوي، انا بقول في حد مش فاهم بشرح مره واثنين وثلاثه، استنوا لغايه لما اخلص المساله. ها يا باشمهندس عايز ايه؟ معلش بس هي مش المفروض تبقى السيجما المهم صلاه الواي تبقى سيجما المومنت اباوت الواي. يعني اباوت الواي؟ احنا 2 دي مفيش هنا واي واكس وزي 4 بي و 4 تجيب مومنت عادي خالص.
سيجما الفورس اباوت الواي يعني ايوه ما فيش فورسز غير في اتجاه الواي ايه المشكله في الفورسز في اتجاه الواي بقى ايه مشكلتها هو المفروض ان يبقى في اتنين بي هي اللي طالعه من عند السي الخط بتاع السي ده 2 بي صح وفي اتجاه الواي وفي اتنين باشمهندس التنشن بنبص عليه بالنسبه للنقطه يعني ايه بالنسبه للنقطه يعني نقطه ايه ده الحبل ده بعتبر ان انا قطعت فيه كده اهو لما بقطع فيه بيبقى بالنسبه لنقطه ايه خارج منها بالنسبه للبولي خارج منه بيبقى في الاتجاه ده كده حاله تنشن في الحبل ده قيمته ايه بقى جبناها من هناك من عند نقطه سي قطعنا في الحبل ده كده اهو وعملنا بالانس على البولي ده وطلعنا قيمته اللي هو طلع ب 2 بي فكان في تنشن هنا اسمه 2 بي وتنشن كده برضو بيقابله اسمه 2 بي ده كمل 2 بي لغايه لما وصل عند ايه 2 بي طب سؤال حضرتك هو ليه 2 بي نعم ليه الحبل بيشيل 2 بي ده مش بي واحده مثلا بس مش مستوعب بصراحه يعني ايه لوحده مثلا انا مش فاهم الصراحه شايف حضرتك شايف من ناحيه البولي اللي هو بتاع السي ليه هي شايله 2 بي اتنين مش واحدة دي اتنين بي مش بي يعني اه عشان احنا درسنا الاتزان بتاع البولي البولي ده سيجما الفورسز في اتجاه الواي بتساوي زيرو عشان الفورسز تبقى بزيرو لازم يبقى التنشن هنا بكام عند البي هو الاتجاهين في عكس بعض يا باشمهندس هو الحبل لما يكون مشدود بيخرج من النقطة ولا بيدخل عليها؟ بيخرج من النقطة. فبالتالي ده حبل وده حبل. فلازم التو تنشنز يبقوا خارجين. ودي حبل تالت خارج برضو. وده بولي. يبقى التنشن هنا هو نفس التنشن هنا ونفس الاتجاه. نفس القيمة ونفس الاتجاه. مالوش علاقة بالفورس الاكسترنال؟ لا خالص مش بالت. مش شكرا حضرتك. نعم. فانا خلاص كده عرفت قيمه الفاليو بتاعت التنشن عند A وعند B عملت سيجما الفورسز في اتجاه الواي طلعت قيمه A الفورس B طب ناخد مومنت عند A المومنت عند A بقى يبقى عندي ايه عندي الستة في المسافه X واشارتها ايه نيجاتيف طب وال2 بي اللي عند ايه ما بتعملش مومنت عشان انت بتاخد مومنت عند ايه يتبقى ليك البي اللي عند بي المسافه دي بقى كام بقى يا باشمهندسين من اول نقطه بي لغايه ايه حد يقدر يقول لي كام 9 من 10 لا ده من المعطيات مش 9 من 10 في 1 من 10 بتاعت نص البقره بالظبط كده اه بالظبط يبقى 9 من 10 زائد 1 من 10 يبقى واحد عرفنا نجيب منين الواحد ده بقى يبقى 9 من 10 زائد 1 من 10 الحته الصغيره دي فبالتالي بقى دي المسافه بتاعتي من اول ال A لغايه ال B تمام فبقت هنا واحد مساله شكلها بسيط جدا بس في الاخر فيها كذا ايه كذا تريك ها اتفضل عايز يسأل باشمهندس معلش بس هي الحته بتاعت الواحد دي جت منين تاني مسافه من اول بي لغايه ايه انت مقتنع ان هي دي المسافه اللي ما بين البي والايه مقتنع ولا مش مقتنع اه تمام ماشي طيب ادي 9 من 10 من اول هنا 9 من 10 اهو لغايه هنا طب الحته الصغيره دي بقى بكام نص القطر اللي هي 100 100 مللي بنحول ل 100 مللي لمتر فيبقى ايه؟ 0.1 متر يعني 10 سنتي اللي هي ايه؟ 9 من 10 زائد 0.1 اللي هي 1 تمام في اي سؤال هو تاني؟
هو يا باشمهندس مش الاتنين يعتبر بيلاشوا يعني نص القطر بتاع دي بيساوي نص القطر بتاع دي، فيعتبر هي نفس المسافة 9/10. لا اما انت بص يا باشمهندس، بص على الريفرنس بتاعك فين. انا حطيت الريفرنس، شايف الخط ده والخط ده؟ انت عايز المسافة من هنا لهنا كام؟ مش 9/10، 9/10 زائد نص القطر. هو نص القطر بتاع الدايرة 100 ملم واللي تحتيها برضو 100 ملم. يعني ايه علاقة اللي تحتيها باللي احنا بنقوله دلوقتي؟ انا فهمت قصده، انا فهمت قصده. شايف التسعة من 9/10 ديت مبتدية لو انت بصيت خط العمل، خط العمل بتاعها بي، او يعني مش خط، انت فاهمني، مبتدية من عند البي في حين ان منتهية عند البولي التانية. تمام مظبوط مظبوط، فهمت فهمت فهمت. شكرا يا باشمهندس، شكرا. في اي سؤال تاني؟ باشمهندس معلش، بس هي الجزئية بتاعت الـ 2B دي انا برضو مش جاي معايا، انا برضو مش جاي معايا خالص. يا باشمهندس انت بترسم فري بودي دياجرام للبولي لوحده، رسمناه اهو البولي سي، اي تنشن بيبقى خارج من نقطة. عندك كم نقطة؟ عندك نقطة التانية التالتة، دول النقاط بتاعتك اللي انت ايه عندك فيهم ايه رسم. تمام. طيب البولي سي ايه علاقة التنشن هنا بالتنشن هنا؟ التنشن عند النقطة دي بالتنشن عند النقطة بي. مقتنع ان هما متساويين ولا مش مقتنع؟ متساويين ازاي بقى؟ عشان علشان واحد بيشد دي، لا دي قاعدة، دي قاعدة يا باشمهندس. البولي البكرة، البكرة مدام سموث الشد في اليمين بيساوي الشد في الشمال. طيب قاعدة. تمام دي قاعدة. تمام فبالتالي عندي بي يمين وبي شمال واتجاههم لأسفل. في مشكلة في التو فورسز دول؟ أسفل ازاي يا باشمهندس؟ هي مش طالعة لفوق؟ ماشي تمام. لا أنا بدرس التنشن بالنسبة للبكرة فيبقى خارج منها. تمام. فبالتالي يتبقى لك ايه؟ الحبل اللي فوق ده. الحبل اللي فوق ده ملوش اي علاقة بقى غير ان هو ماسك البكرة. ماسك البكرة مش بيعدي عليها. طيب الحبل اللي فوق ده بقى شايل كام شد؟ شايل شدين بي وبي، يبقى مقدار الشد اللي فوق ده قد ايه؟ اعتبر سيجما فورسز في اتجاه الواي ايكوال تو زيرو، بيطلع ان ايه؟ الشد اللي فوق ب 2 بي. بس طيب ماشي. طب ما هو التأثير ده دلوقتي راح لحد البوينت A، فكده انت بقى فكده بقى في طلع من الحبل ده 2 بي. خلاص احنا مقتنعين ان الحبل ده 2 بي، راح معدي على بكرة بقى 2 بي في الاتجاه ده، راح معدي على بكرة تانية 2 بي في الاتجاه ده، راح معدي على البكرة تحت بقى 2 بي في الاتجاه ده، وصل لنقطة A بقى 2 بي بيشد A. بصوا يا باشمهندسين، هو من الواضح ان الدكتور ما شرح لكمش البكرات واستفاد فيها في المحاضرة، فايه هو مش هيجيبها لكم كتير، خلاص ما توجعوش دماغكم. انا كنت بس عايز ايه اضيف معلومة زيادة. المسألة اللي بعديها، هو الدكتور قال لنا ماكسيمم هجيب لكم بكرة واحدة، ويبقى يعني تبقى عارف بس اتجاه الرد الفعل فين بس عند البكرة. طيب خلاص، هو المسألة اللي جاية فيها بكرة واحدة. يلا حلوا انتوا بقى المسألة دي.
حد طلع الإجابات عشان أنا عايز أتأكد من الإجابة. طلعتوها عن هو الدقيقة كنت ليها رياكت واحد طلع في اتجاه الواي ولا أنا اللي فاهم غلط؟ وإيه؟ كلها رياكت واحد طلع في اتجاه الواي؟ لا هما يبقوا اتنين. الإيه دي بتسند برضه شوية. بص هيبقى الأغلبية من دي بس الإيه هتسند بشوية. أنا عملت إيه؟ قلت ليها اتجاه واحد مش عارف ليه. بس خد العزم عند ايه وخد العزم عند دي. الدي دي فيكسد فتعمل مومنت لما تاخد العزم عند ايه تطلع المومنت بتاع دي. اذا صدق انا نسيت اخد في الاعتبار المومنت هنا. طب لحظه تخيل انا كنت فاكر في الحل ومحل يعني فاهم ان العزم هنا ده العمالي ميوت انت مش محترم. ها مش ونسين عندنا كم تو فورس ممبر في المسألة؟ لحظة لو اعتبرنا ان الجسم من بي سي يبقى اتنين اللي هما مين يعني؟ هو اي بي ودي سي. لا هو اي بي بس. التو فورس ممبر لازم يكون هنجد من الناحيتين سي هنج، لكن دي بالنسبة لنا ايه؟ نقطة نوع التثبيت هنا عند دي ايه؟ فيكسد. فيكسد فما ينفعش يبقى نقطة تانية عند التو فورس ممبر فيكسد. لو كانت دي هنجد كان معناها هي تو فورس ممبر. فبالتالي التو فورس ممبر الوحيد اللي عندنا هو مين؟ الـ AB. تمام كده؟ طيب لما اجي ادرس بقى هدرس باشمهندس هدرس مين بقى في الاول؟ هدرس اللينك بي سي. طب عند بي يظهر كام فورس عند بي؟ يعني عند بي ممكن يظهر فورس واحده اتجاهها عامل ازاي؟ على حسب احنا هنفرد داخل او خارج. بس المهم ان احنا نفرد اتجاه ولما نيجي نشتغل الثاني نفرد عكس بالظبط كده. هنفرضها ايه؟ خارجه او داخله. اهم حاجه ان يكون اتجاهها من بي لاي او من ال بي. خارجه او داخله الاثنين صح. اهم حاجه يكون اتجاهها من بي لاي او من ال بي. طيب وقيمه وعندي سي هيبقى عندي كام فورس؟ وبرده في السي دي يبقى عندي كم فورس عند سي؟ سي اكس وسي واي عندي اتنين. تعال نبص كده. ليه يا دكتور؟ ليه عملنا كده؟ عند دي انا عندي هنا ده الفري بودي دياجرام بتاع الفريم ككل قبل ما افصل عند سي. يعني يا باشمهندس لو انا ما فصلتش عند سي الفورسز ما تظهرش؟ ما تظهرش. طيب عند بي ظهر فورس واحده عشان هو تو فورس ممبر. طب وعند دي ظهر عند دي اكس والدي واي والقبل اللي عند دي كم مجهول؟ اربعه. مش هقدر اعمل حاجه. فعشان كده هندرس الممبر بي سي. فين بقى الممبر بي سي؟ اهو قال الفري بودي دياجرام بتاع الممبر بي سي لوحده استخدمناه ورسمناه اهو. ادي السي واي وادي السي اكس وادي الاف اي بي.
طيب سي واي وسي اكس هناخد مومنت عند مين بالمنظر ده؟ ادي واحد اتنين تلاته، تلات مجاهيل في كم معادله؟ في تلات معادلات. اخد مومنت عند السي، هطير السي اكس واطير السي واي، يبقى اجيب قيمه مين بقى؟ قيمه الفورس اي بي. ادي مومنت اباوت سي، جبنا قيمه الفورس اي بي. سيجما اف اكس، ايه بقى سيجما اف اكس ده؟ سيجما الفورسز في اتجاه الاكس. يبقى عندي ايه؟ عندي الاي بي في اتجاه الاكس والسي اكس بالفرضيه دي. خد بالك بقى الاي بي هيبقى شرطه في اتجاه الاكس عامله ازاي؟ بوزيتيف، والسي اكس برضو بوزيتيف. بص كده اهو، اهو سي اكس بوزيتيف والاي بي برضو بوزيتيف، وهعوض بقيمه الاي بي اللي انا حسبتها، فتطلع الاي بي، فتطلع الاي بي ايه؟ عوض عنها بالقيمه البوزيتيف بتاعتها، تطلع السي اكس عندي باشاره ايه؟ نيجاتيف. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفرض بتاعي في السي اكس كان غلط. ده معناه ان الفرض بتاعي في السي اكس كان غلط. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ ما تعملش اي حاجه، خليك شغال زي ما انت. طيب جميل قوي، برضو نفس الطريقه، سيجما الفورسز في اتجاه الواي، اطلع السي واي، طلع السي واي بالبوستيف، يبقى فرضي صح. ده كده كل الكلام ده على اللينك بي سي. طيب هو كان عايز ايه؟ كان عايز الفورسز عند دي، فبالتالي هروح ادرس بقى اللينك سي دي اهو. طيب السي اكس والسي واي اعمل فيهم ايه؟ انت كنت فارض السي اكس فوق يمين، تبقى السي اكس تحت ايه؟ شمال. فارض السي واي لفوق، تبقى السي واي هنا ايه؟ لتحت. طب يا باشمهندس السي اكس فرضتها شمال، جميل قوي. هاخد بقى ايه؟ مومنت عند مين؟ عند الدي، عشان السي اكس والسي واي دول معايا ولا مش معايا؟ معايا. مومنت اباوت دي، يبقى المجهول الوحيد هو مين؟ الام دي ستار. دي غلطه، دي كده ايه؟ ام دي ستار، تمام. طيب حسبنا قيمه الام دي ستار وعوضنا عنه. طيب طلعنا قيمه الام دي ستار. سيجما اف اكس بقى، بص معايا، هي اشاره السي اكس هنا اهو بوزيتيف ولا نيجاتيف يا باشمهندسين؟ انا فرضها في الفرض ده، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. جميل، فبقت نيجاتيف سي اكس. طب والسي اكس اصلا طالعه باشاره ايه؟ طالعه نيجاتيف. نيجاتيف. طب يا باشمهندس اعوض عنها بالاشاره النيجاتيف هي كمان؟ ايوه، فعوض عنها بنفس الاشاره اللي طلعت بيها. يا باشمهندس ما هي واخده نيجاتيف، مالكش دعوه بالنيجاتيف الاولانيه دي. النيجاتيف الاولانيه دي عشان الدايركشن، اما النيجاتيف الثانيه دي الفاليو اللي انت طلعتها، طلعت بالنيجاتيف هتعوض عنها بالاشاره النيجاتيف. يعني نيجاتيف في نيجاتيف يا باشمهندس يبقى بوزيتيف؟ ايوه يبقى بوزيتيف. عشان كده الدي اكس طلعت باشاره ايه؟ نيجاتيف. فاهمين الحته المهمه دي؟ يبقى اهم حته في المساله هنا انك بتعكس الفورسز اللي عند السي هنا عكسهم هنا، وبتعوض بالقيم اللي طلعت لك. لو طلع لك نيجاتيف تعوض عنه زي ما هو نيجاتيف. طب يا باشمهندس ما فينا نيجاتيف؟ لا، دي النيجاتيف بتاعت الدايركشن، مالناش دعوه بيها، هي كده كده هتنزل، تمام. نيجاتيف في نيجاتيف، بوزيتيف بيطلع دي اكس باشاره ايه؟ نيجاتيف. نفس الكلام في سيجما الفورسز في اتجاه الواي، هتظبطها وتطلع قيمه ايه؟ الدي واي. دي كده دي واي، دي غلطه ثانيه. في اي سؤال؟ صح رايك، احنا طلعنا ازاي بس السي اكس؟ احنا جبنا ازاي السي اكس؟ اه السي اكس، جميل. نرجع كده هنا، انت جبت البي خلاص، مقتنع انك جبت البي من المعادله دي؟ عصبت الشاشه تشحن.
مقتنع انك جبت الفورس بي من المعادله دي، جبت المومنت عند السي، جبت الاف بي. في مشكله كده ولا مفيش؟ مش كان في قوه اللي هي بتاعه الاس؟ لحظه. ها لو سمحت يا دكتور ممكن سؤال؟ استنى بس لما فاهم زميلك الاول، هو فاهم خلاص كده؟ ايه طب ما هو فين القوه اللي عند احنا فهمت خلاص العزمه خدناها. فهمت؟ فهمت حضرتك خلاص كده؟ خلاص ماشي. اللي بعده اتفضل يا باشمهندس. هو مش احنا الاول قبل ما نسيبريت الفري بودي ديجرام ككل، اجيب الاول الرياكشن عند كل بوينت، يعني عند A وعند D؟ ما انت مش هتعرف. ليه؟ هو عند ال A ادي 1 2، عندك اهو 1 2 3 4، 4 مجاهيل. تمام. مش هتعرف 4 مجاهيل في 3 معادلات، مش هتعرف تطلع منهم حاجة. صح تمام. خدوا بالكم يعني مثلا الاشارات هنا، الاشاره دي غلط، الاشارات دي انا هظبطها لكم ان شاء الله في السلايدز، الاشاره دي والاشاره دي. يعني عادي في السؤال ان انا احل الفري بودي ديجرام قبل ما اقسم والاقي المجاهيل مش محلوله، لازم اقسم بقى عشان اطلع الباقي، صح؟ ايوه بالظبط كده، لازم تقسم عشان تعرف تظبط الحلول بتاعتك. تمام شكرا. طب انا باشمهندس لو اشتغلت على النقطه دي وجبت منها المومنت، وكان المومنت هيكتب تاني كده عشان الصوت بيقطع، معلش. هجيب المومنت في النقطه دي من قبل ما اعمل. لا مش هتعرف تجيب النقطه دي خالص قبل ما تعمل وتفك والكلام ده. لا مش هجيب دي، انا بتكلم هاخد المومنت حوالين دي، وده هيتكتب على ايه؟ عايز تجيب مومنت حوالين دي، ما انت هيبقى معاك الكابل انون والفورس اي بي انون. الكابل صح. ايوه طيب ممكن انا مثلا ناخد الفريم ككل في الفري بودي ديجرام؟ ممكن ايه ككل؟ ناخد الفريم ككل. ما هو كان زميلك لسه بيقول نفس الجمله، ناخد الفريم ككل بس واخد مومنت عند ما هو الانترنال فورس مش هتبان لما ناخد الفريم ككل. ما هي مش فيش انترن يا باشمهندس، لو اخدت الفريم ككل اهو، الفريم ككل بدل ما يبقى في فورس هنا اهو هتبقى الفورس هنا اهو. ده انا ما خدتش بالي ان في بين عند الايه. تمام يا باشمهندس. ايوه صح، هيبقى عندي 5 انون صح. طيب تمام الحمد لله. بس عايز اطمن. لا مفيش مشكله. انت عايز تسال؟ حد عايز يسال تاني؟ ايوه مش معلش. اتفضل مهندس. انا دلوقتي انا ضربت خالص، هو في كام فورس ممبر هنا في المسألة دي دلوقتي؟ هو واحد بس اللي موجود، صفر واحد بس. مش اتنين طيب ومش بي سي؟ يا باشمهندس في حاجة اسمها تو فورس ممبر، تو فورس ممبر ده ممبر بستفيد منه ان كل الفورسز بتبقى متوجهه ما بين الخط الواصل ما بين نقطه البدايه والنهايه. اما ان انا عندي كام ممبر في المساله؟ انا عندي 3 طبعا، اللي هم الاي بي والبي سي والسي دي. منهم ان الممبر اي بي هو ممبر بس تو فورس ممبر، فبستفيد منه اللي انا شرحتها في اول السكشن. المسألة اللي بعديها يلا فكروا فيها. معايا الشاشة واقفة عندي أنا بس ولا واقفة عند حد؟ أنا جايب لي الرسمة لا 66.
لا يا باشمهندسين، عندي كام فورس ممبر هنا؟ هو مفيش غير الدي بي زيرو. عندنا الدي بي مش يعتبر عليه، مفيش غير مين؟ الدي بي هو الدي بي الوحيد اللي عندنا تو فورس ممبر، هو الدي بي. ناخد بقى المساله دي على الايه؟ على البنت عشان نشرحها باستفاضه عشان الناس تفهم. جميل جدا. يبقى 15 مانس البي دي الحل يعني؟ اه البي تي. هو كان عايز ايه اصلا؟ انت بتقول لي مين ال 15 دي؟ معلش البي دي، البي دي 15. 15 لا مفيش 15. لا مش 15 يا باشمهندس. بصوا بقى معايا دلوقتي، انا قلنا ان البي دي تو فورس ممبر. في حد مش مقتنع ان البي دي تو فورس ممبر؟ جميل. طيب لما اجي ارسم بقى الفري بودي دياجرام لللينك اي بي سي بالبولي اللي عليه، البولي اللي هو ده، البولي ده، تمام؟ طيب هيبقى الممبر ده عامل ازاي؟ عند نقطة A هيظهر كام رياكشن؟ عند A؟ اتنين، AX و AY. AX و AY. طب جميل. وعند نقطة B يظهر كام رياكشن؟ واحد. رياكشن واحد اف دي بي عشان ده بتاع ايه؟ التو فورس ممبر، هسميه اف بي دي. وبعدين ارسم بقى البولي عند سي، ارسمه، ارسم البولي عند سي. بس هعمل ايه بقى؟ هقطع في الحبل هنا واقطع في الحبل هنا. فيظهر اتنين ايه؟ يظهر اتنين تنشن. كل تنشن بكام بقى يا باشمهندسين؟ كل تنشن بتي سي ستة. هنسيبهم ب معلش بس انا حطيت مكانهم واحد، ده بستة وده بايه؟ بستة. طيب يا باشمهندس انت عرفت منين ان هو بستة؟ تعالى بقى نقول السؤال ده. في بولي صغير هنا تحت كده اهو عامل كده، ده الفري بودي دياجرام بتاع البولي الصغير عشان بس الناس ايه تاخد بالها. انا بشد تحت هنا ب 12، في شد هنا وشد هنا، كل واحد فيهم بستة متوزع ايه؟ بالتساوي. الستة دي تتعكس فوق يبقى ستة وستة. خد بالك بقى الحبل ده راح متعكس وجاي لي كده، يبقى الشد هنا كام برضو في الحبل ده؟ ستة برضو. ستة برضو، برافو. واحد يجي يقول لي طب يا باشمهندس انت قطعت في الحبل ده ليه؟ اقول لك عشان الحبل ده متوصل بالايه؟ بالحيطه، فالمفروض يتقطع. لو كان الحبل ده متوصل انترنال ما كناش قطعناه، ده متوصل بالايه؟ بالحيطه. طيب يبقى الفري بودي دياجرام بتاع الاي سي هو اللي قصادكم ده اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي، ستة ستة وستة، وادي الستة اللي فوق وادي ال اف اي بي. طيب عندي كام انون كده يا باشمهندسين في المعادلة او في البيم ده؟ ثلاثة. الحمد لله. ناخد مومنت عند مين؟ عند الايه؟ عند الايه؟ نطلع مين؟ حوالين اللي حوالين البي احسن. هي هي مش تفرق يعني. في الحالتين هتشيل مجهولين ويبقى قدامك مجهول واحد. دي كان هيبقى مجهول اي واي بس. مش فارقه، مش مشكله يا باشمهندسين. هو قال عند البي عشان يعني ايه يتخلص من الفورس المايل وما يحللش يعني. هي هي مش
فارقه يا باشمهندس مش مشكله. المهم انت عند الايه هجيب مين؟ البي دي. خد بالك بقى ما تنساش ان دي بتعمل مومنت ودي بتعمل مومنت ودي بتعمل مومنت. طيب نقول كل واحده فيهم السته الاولانيه دي اللي انا عامل عليها دوريه دي المومنت بتاعها في المسافه كام؟ هتبقى اختار 3 ولا مش انا كده كام؟ بوينت بوينت على الشمال هتبقى اللي انا عامل عليها دوريه دي اللي هي دي اللي بالازرق دي المسافه كام؟ بوينت 3 واشارتها بوستن. طيب اللي بالاخضر دي بقى المسافه كام؟ كام 3 اللي بالاخضر دي 3 بوينت 3 لا لا 3 المسافه 3 3 دي واضحه. طيب اللي بالاسود في المسافه كام؟ 3.3 بس مع تحليل طبعا البي دي وتضرب في المسافه 1.5 هتطلع قيمه البي دي. اف اكس واف واي هتطلع مين؟ الاي اكس والاي واي. طيب لو انا عايز اطلع الدي اكس والدي واي هجيبهم ازاي الدي اكس والدي واي؟ ها يبقى الاف بي دي لو اعتبرنا ان دي اه بالظبط لو اعتبرنا ان دي ممكن استخدم يبقى كوزين سيتا يديني مين؟ الدي اكس. واف بي دي ساين سيتا يديك مين؟ الدي واي. بس خلاص كده نرجع للمساله. دكتور واحنا مش بندرس الرد ايه اللي خلانا ندرس البقره معاه؟ حلو قوي السؤال ده. انا ممكن ادرس الرد بالبولي. لو انت ما درستش البولي معاه يعني انت هتخليني اعمل شيرنج تاني. يا ريتك كنت سالت بدري شويه. لو انت ما درستش البولي معاه كان ايه المشكله اللي هتقابلك وانت هتعمل كده؟ عامل رد ايه؟ ادي رد ايه سي. يبقى عندك هنا اي اكس واي واي وعندك الاف بي دي وعندك هنا بقى حاجه اسمها ايه؟ سي واي وسي اكس. ده بتوع المسمار بتوع البقره. وتروح بقى راسم البقره لوحدها وتعمل كده وتعمل كده وكده وتقول ده ايه؟ 6 و6 و6 وتكتب هنا ايه؟ سي اكس وسي 1. ما هو الحبل الثاني مش في البقره بقى المفروض 6 واحده. وتروح بقى لا 6 واحده ليه؟ ما انت عشان الحبل الثاني في الرد. لا الثانيه مش في الرد. انت هتقطع هنا ادي الحبل وادي الحبل هتقطع في الثلاث حبال فيظهروا الثلاث ستات هنا اهو. طلع بقى قيمه ايه؟ السي واي وطلع قيمه مين؟ السي اكس. هو مش الحبل اللي على شمال الاي. انا فهمت قصدك فهمت قصدك. انت عايزك السته دي ما تتحطش معاهم. اه لا هتبقى هنا ماشي صح ماشي هتبقى هنا. يبقى عندك ستة واحدة. أنا قصدي إيه؟ لخبطة على الفاضي وملهاش أي لازمة. هل أنت كده استفدت حاجة؟ ما استفدتش أي حاجة غير إن أنت لخبطت نفسك. زي ما أنا اتلخبطت كده. تمام؟ تمام. ده الحل. طلعنا الاف بي دي واف اكس طلعنا الاي اكس واف واي طلعنا الاي واي ولو عايزين دي اكس والدي واي حللنا الاف بي دي زي ما احنا قلنا قبل كده. المساله اللي بعديها
يلا فكروا فيه. هاي مش مهندسين، عندي كم تو فورس ممبر؟ مفيش. برافو. طيب هل من دراسة الفريم ككل في نقاط التثبيت الرئيسية الـ A والـ E والـ D؟ الـ A والـ D والـ C. برافو. الـ A والـ D والـ E. هل بقى الفري بودي دياجرام للفريم ككل هينفعني بحاجة؟ لا، هاخد كل منبر ونقسمه. طيب هاخد الـ A والـ C. منبر بقى
الاي سي ولا برافو الاي سي. لو بدانا بالاي سي هيبقى عندي اي اكس واي واي وان سي او ار سي تمام. مومنت اباوت ايه هطلع قيمه مين الار سي. بعدين سيجما اف اكس احلل الار سي اللي انا حسبته في الاكس والواي واجيب ايه قيمه الاي اكس. طبعا التحليل بتاع الار سي احنا عرفنا زاويه المثلث بتاع الار سي ده ازاي هتبقى على العكس الاربعة والثلاثة والوتر خمسة. ايوة ثانية واحدة ثانية واحدة مش مهندسين. كده وصلت الصورة؟ حضرتك. طيب زي ما بقول لك كده جبنا بقى زاوية الرياكشن بتاع السي دي ازاي؟ أنا عارف إن المثلث ده إيه؟ شايفين المثلث ده؟ اللي هيترسم على إيه؟ الميل بتاع الإي سي اللي هو المثلث ده كده. دلوقتي المثلث ده معروف 3 هورزونتال و4 فيرتيكال. زي ما قلنا العمود عليه يتعكس يبقى ايه؟ مين الهورزونتال؟ الاربعة. ومين الفيرتيكال؟ التلاتة. اهو المثلث يتقلب الفورس العمودية على مين الممبر. لو انا عارف مين الممبر اقلب المثلث على ايه؟ على الفورس واحلل اجيب الاي اكس واجيب الاي واي. طب جميل قوي، شايف الار سي كان طالع لفوق يتعكس هنا بالقيمه بتاعته اللي انت طلعتها، وبعدين ترسم الفري بادي دايجرام بتاع مين؟ البي اي او البي دي اي. معاك الدي مجهوله والاي اكس والاي واي مجهوله، مومنت اباوت اي هطلع الار دي، وسيجما اف اكس وسيجما اف واي هطلع الاي اكس وطلع الاي واي. في أي سؤال هنا؟ المسألة الأخيرة ما انا اسف بس باشمهندس، هو بس النت كان فصل، وانا بس عندي سؤال، هو ليه عند السي ما عملناش اثنين رياكت وعملنا رياكت واحد سميناه ار سي؟ جميل قوي، عشان نوع التثبيت عند السي ده سمبل سبورت بيسمح بالحركه في الاتجاه ده تمام. البليه او المسمار اللي هنا بيتحرك في الاتجاه ده انا رسمه، فبيكون رد الفعل عمودي على الحركه اللي مسموح بيها.
ايوه تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو. اخر مساله، الديستريبيوتد لود ده يا باشمهندسين اعتبروه كونسنتريتد لود هنا اهو بيساوي ايه؟ 400 × 4.5 تمام على ارتفاع 2.25، على ارتفاع ايه؟ 2.25. حلو بقى المسألة دكتور، احنا علينا distributed load؟ لا، وانتوا مش عليكم distribution load لغاية دلوقتي، لسه هنديه في اخر الترم، بس عشان تمام. ايه محدش يعطل فيه، انا بقول لك اهو قيمته بيساوي 400 × 4.5 نيوتن وعلى ارتفاع 2.25 متر. يا جماعة الشاشة عندكم شغالة صح؟ شغالة. كتير شغالة عندكم؟ شغالة عندي بس حاول تعمل ريفرش للصفحة عشان بس يجيلك أول صورة. عملت صورة في الشات، بص في الشات. تسلم. هو اللود ده احنا نخليه في نص البار صح؟ في النص. هو قال هو على ارتفاع 2.25.
عندي كام تو فورس ممبر بقى يا باشمهندسين في المساله دي؟ اتنين. اتنين اللي هما مين؟ اي اف وسي دي. دي سي واي اف. برافو عليك. بصوا بقى هتتحل كالاتي. انا دلوقتي بغض النظر ان الديستريبيوتد لود ده بقى كونسنتريتد لود بالمنظر ده، خلاص الموضوع بقى ايه احنا عارفينه، على ارتفاع 2 متر. طيب هلاقي ايه لو جيت ارسم الفري بودي دياجرام عند الاي ويديني نقاط التثبيت الرئيسيه، وعند البي يبقى عندي كده بي اكس وبي واي واي اكس واي واي. هقدر، هل اقدر اطلع حاجه منهم دول؟ هو انا ممكن لو خدت المومنت اباوت، نعم، او الشيء يعني لو خدت انت، لا انا الاثنين بيتكلموا فمش سامع. اتفضل يا باشمهندس. فايه لو خدت المومنت اباوت الاي هجيب البي واي. برافو عليك، انت بتقول لو اخدت مومنت اباوت الاي هتقدر تجيب مين؟ البي واي. البي واي عشان مومنت اباوت ايه هيطير الاي اكس والاي واي والبي اكس، عشان الليفل بتاع البي اكس والاي اكس على نفس الايه الليفل. تمام. ولو عملت سيجما الفورسز في اتجاه الواي بالنسبه للفريم ككل هتطلع مين كمان؟ الاي واي. بس كده مش هتقدر تطلع حاجه ثانيه. الطريقه دي صح يا باشمهندس جمله وتفصيلا، وهيبقى عندك الاي اكس والبي اكس لسه ناقصين، فهتضطر ايه تفصل الممبرز لوحدهم. بس الطريقه دي مش صالحه معاك على طول، يعني لو جبت لك نفس المساله بالمنظر ده. هو حد باين عنده الشاشه؟ لا انا اسف ما عملتش شير للشاشه. طيب مش تقولي معلش نسيت انا. لو جبت لك نفس المساله بالمنظر ده بس الاي مش على نفس الليفل بتاع البي، هل هتعرف تعمل نفس الحركه اللي انت بتقول لي عليها دي؟ لا، ده يبقى عندي ثلاث مجاهيل بعد ما اطير مجهول. بالظبط كده، فهتضطر اسفا ان انت تفصل الفريم. يبقى طريقه الحل واحده بين بلد بلد. طريقه الحل اللي انت قلتها دي بلد بس لما يكون الاثنين على نفس الليفل. طيب الحل بقى في طريقه حل جنرال. يعني ايه جنرال؟ عامه اكتر. احنا قلنا ان الدي سي والاي اف الاثنين دول ايه تو فورس ممبر، فمش هندرسهم. يبقى يا اما ادرس ده كله لوحده وادرس ده كله ايه لوحده. يبقى ادرس الاي دي كله لوحده وادرس البي سي كله لوحده. دي طريقه الحل الجنرال. ثانيه واحده اشير لكم السلايدز لو سمحت يا دكتور. هي ايه الطريقه اللي الباشمهندس قالها؟ الطريقه اللي الباشمهندس قالها قال لك ان هنا هستنتج ان في اي اكس واي واي اهو. ده كده الفري بودي دايجرام للفريم ككل. نقطه التثبيت الرئيسيه هي الاي والبي. تمام. عشان فادي هم اي اكس واي واي. فجي قال لك ايه بقى؟ اخد مومنت عند الاي. فالاي اكس والاي واي هتطير وكمان مين؟ البي اكس. فاقدر اطلع مين؟ البي واي. تمام؟ تمام. وبالتالي اقدر كمان اعمل ايه؟ سيجما الفورسز في اتجاه الواي اطلع مين؟ الاي واي. حله صح مش غلط، وهيقف لغايه هنا. وهيضطر بعد كده يدرس الاي دي برضو ويدرس مين؟ البي سي. طب من الاول بقى ندرس الاي دي كله وندرس البي سي كله. طب ازاي هندرسهم بالطريقه دي؟ ادي الاي دي، ادي الفورسز، ادي الاي اكس، وادي الاي واي، وادي الاف اي اف، وادي الاف سي دي، وادي ال 400 في 4 ونص على ارتفاع 2 وربع. تمام. ناخد مومنت عند مين؟ عند الاي. فنطير الاي اكس ونطير الاي واي. يتبقى ليا معادله في كم مجهول اللي هم دول اللي هو الاي اف والسي دي. شيل المعادله دي على جنب،
سيجما اف اكس برضو فيها مجاهيل كتير، سيجما اف واي فيها مجاهيل كتير. ادرس الممبر الثاني اللي هو مين؟ البي سي. بس السي دي بقى شايف السي دي كانت بتبص ايه؟ يمين. السي دي هنا تبص ايه؟ شمال. الاي اف هنا كانت داخله، الاي اف هنا برضو تبقى ايه؟ داخله ولتحت تعكس اتجاهاتها، تمام؟ وتاخد مومنت برضو عند مين؟ عند الاي اي. يطلع لك معادله برضو ما بين مين ومين؟ ما بين السي دي والاي اف. شايف المعادلتين دول؟ المعادله دي اللي هم مع بعض سيمتيس مين؟ السي دي والاي اف. ارجع عوض بقى في كل ايكويشن، طلع البي اكس والبي واي والاي اكس والاي واي. في اي سؤال؟ سؤال حضرتك، مش احنا خدنا في التراس اللي هو من ان في زيرو قسم، يبقى مش ده شكله تراس وفي نفس الوقت اللي في النص ده بناء على قوانين المفروض تبقى زيرو فورس؟ نعم. مش المفروض الشكل ده على شكل تراس، والتراس بتاع اللي هو العمود اللي في النص ده يبقى زيرو فورس ممبر؟ لا طبعا، مين قال ان هو على شكل تراس وزيرو فورس ممبر؟ لا طبعا، فين التراس هو شكله كده على بعضيه، شكله عامل زي التراس. لا بس هو مش تراس خالص. بص يا باشمهندس، اللينك ايه؟ اللينك بي سي ده، ده لينك على بعضيه في خرام وصلنا بيها لينكات تانيه. اما التراس ما بيبقاش لينك على بعضيه، بيبقى السي اف ده لينك والبي اف ده لينك، لكن ده هو البي سي على بعضيه لينك على بعضيه. انا بتكلم حركة على الاي اف. لا يا باشمهندس، ده مش تراس. ماشي، يعني الاي اف بديخ قيمة يعني؟ نعم. الاي اف يعني ليه قيمة يعني؟ ليه قيمة طبعا. ما هو الاي اف انت ما انت قلت عليه ان هو بزيرو ليه؟ عشان بتقول ان ده ممبر على نفس استقامة ممبر وخارج منه ممبر، بغض النظر ان احنا لسه ما خدناش التراس. ده مش ممبر ولا ده ممبر، لا ده كله ممبر واحد. ماشي، في اي سؤال تاني؟ تمام يا باشمهندسين، اشوفكم بكره ان شاء الله.